الآن بابا جديدا من أبواب صحيح الإمام البخاري. نستمع، تفضل يا أبا حذيفة. باب العلم قبل القول والعمل، بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. ورثة العلم من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقال: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يفقهه. وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. فقال ابن عباس: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. نعم، إذن إخواني في الله، هذا تبويب جديد من تبويب الإمام البخاري، وقوله: باب العلم قبل القول والعمل. فهذا إخواني في الله فيه نداء إلى كل مسلم من جهة، وكل داعية من جهة أخرى، أن يتقوا الله في كلامهم وفي أفعالهم. فالعلم يسبق كل الأمور، فما يخطر في ذلك من شيء. توحيد لا بد أن تسبقه بالعلم، فقه لا بد أن تسبقه بالعلم. فهنا عندما قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، ما معنى هذا التبويب؟ ما معنى هذا التبويب إخواني في الله؟ تفضل. نعم، فإذا أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا عمل صحيح من غير علم. فهو بداية تكلم في الإخلاص، ثم بعد ذلك ذكر العلم، فهذا يلتقي مع قوله تعالى: ما هي الآية التي جمعت بين العلم والإخلاص؟ ما هي الآية؟ تفضل. لا، نعم، هذه آية، ولكن نقول العلم. تفضل. نعم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وأيضا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا الآيات تأمر بالعمل مع الإخلاص، والعمل مفتاحه العلم، فالعلم شرط في صحة العمل، فلا عمل صحيح من غير علم، ولا دعوة صحيحة من غير علم، ولا تبليغ صحيح من غير علم، كله قائم على العلم. باب العلم قبل القول والعمل. هل تكفي العواطف عندما يأتيك أحدهم فيقول: ماذا تريد من العلم؟ فهنا الناس في الخمارات وفي بيوت الحرام
وأنت تقول لي اطلب العلم، نقول هذا ما أمر الله به. فانظر إلى تبويب الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل. فقبل أن تنقذ الناس من الخمارات كما تزعم، فأنت لابد أن تطلب العلم. وبعدما يأتوك أيها المسكين إلى المسجد فماذا تخاطبهم؟ فأنت وإياهم في البضاعة سواء، أنت جاهل وهم جهلة، فمن يعلم هؤلاء الذين جاءوا إليك؟ سيجدون مهربا من ذلك بأن ينقلونهم في المساجد ويقولون لهم اذهبوا فأتوا بأقوام آخرين. فبالتالي يبقى الواحد معهم 20 سنة و30 سنة، فإن طلب العلم انخلع منهم مباشرة، وإلا بقوا مع بعضهم بعضا يجمعهم الجهل والعياذ بالله. فنسأل الله أن نكون من المطبقين لهذا التبويب باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه الآية في أي سورة؟ تفضل. نعم، في سورة محمد آية رقم 19. فإذا هذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله، لذا كان الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله ماذا؟ الأخير. لا تفضل. لا أتم الكلام. نعم، العلم بمعناها. فاعلم أنه لا إله إلا الله، وكما قال الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فمن شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها. قال فبدأ بالعلم، وقد ألف غير واحد من أهل العلم كتبا سموها العلم. فمن أشهر هذه الكتب من؟ نعم، باب العلم، زهير بن حرب أبو خيثمة أو أبي خيثمة النسائي، فكتب كتابا سماه العلم، وقد حققه شيخنا الألباني رحمه الله. نعم، كذلك شيخنا كتاب النسائي. هذا نعم، هذا كتاب من السنن الكبرى، ولكن هناك ألف عالم آخر. تفضل. كتاب العلم لابن أبي عاصم من حققه؟ ولا أعرفه مطبوعا ولا مخطوطا، فهو مذكور فقط في الكتب، ولا أعرفه مطبوعا ولا أعرفه شيئا عن نسخه الخطية. نعم تفضل. فكتاب ابن عبد البر الجامع، جامع بيان العلم وفضله، فهذا كتاب نافع لكل ناشئ في العلم ويقرأ في فضل العلم والأحاديث والآثار في فضل العلم. وقد كتب غير واحد من أهل العلم مقدمات العلم، فهنا الإمام البخاري جعل كتابا سماه كتاب العلم، وكذلك الإمام الدارمي في مسنده جعل في مقدمته أحكاما في العلم والفتيا. فإذا باب العلم إخواني في الله باب واسع يحتاج إلى همم، ومنهم من كتب كتبا في الحث على طلب العلم، مثل كتاب الحث
على طلب العلم لأبي الهلال العسكري. فإذا وهناك من كتب كتبا تلزمك بالعمل يا طالب العلم، من أشهرها كتاب فضل نعم أشهرها كتاب اقتضاء العلم العمل الخطيب البغدادي الذي حققه أيضا شيخنا الألباني رحمه الله. فماذا تفهم من تحقيق شيخنا الألباني لاقتضاء العلم العمل ومن كتاب العلم لزهير بن حرب؟ ماذا تفهم من صنيع شيخنا رحمه الله في تحقيق هذين الكتابين؟ تفضل. لا مطبق. لا ماذا تفهم؟ انه اهتم بكتاب العلم تعليم للناس تعلم بها. لا ماذا تفهم؟ هذا الشيخ ترى ما جات الناس ما ذكرتموه أنتم معناه صحيح، ولكن ماذا نفهم من هذا المعنى؟ طلب العلم والتعلم. لا نفهم منه إخواني في الله أن الشيخ يخاطب الناس بقولهم لا بد أن تجمعوا بين العلم والعمل، وهي دعوته التصفية والتربية. فلا بد أن نصفي الدين مما علق فيه بالعلم، وأن نربيهم على تطبيق ما علموا. فهو في تحقيقه لهذين الكتابين كأنه يخاطب الأمة بكلمتيه التي أكثر من ترتيبهما التصفية والتربية. فكان رحمه الله معلما ومربيا. نعم هنا قال وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. ما شاهد هذا من القرآن أن العلماء ورثة الأنبياء؟ شاهده قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فإذا من الذي يرث العلم؟ الذين اصطفوا الخلص. لذا إخواني في الله كم من إنسان يحضر الدروس ولا يفهم كثير بسبب المعاصي الخفية عنده، لن يفهم ولا يفهم. فهذا العلم إخواني في الله كما قال الله في كتابه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ففقط للذي فيه خير. وإذا رأيت تلميذا أقبل على درس شيخ ثم إذا به يعتزل وينشغل بالدنيا، فاعلم أن سبب ذلك قلة الخير فيه. فهذا العلم إخوتي في الله من خله، من صمد في العلم على تقوى الله علم، ومن نظر إلى العلم ثقافة فإنه يصرف عنه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا يا ورثة الأنبياء من هم؟ العلماء. لذا قال ورثوا العلم. من الذي ورثوا العلم؟ فضل أنبياء. ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر. ما معنى بحظ؟ الأخير بنصيب. وافر ما معنى وافر؟ كامل. كامل. فإذا من أخذ الدنانير أخذ بحظ وافر،
من أخذ السيارات والجاه والسلطان والعمارات أخذ بحظ وافر؟ لا إخواني في الله، وإنما الذي يأخذ بالحظ الوافر هم أهل العلم. لذا فإن الإمام أحمد كان حمالا أي عتالا، ومع ذلك كان إماما من أئمة المسلمين، فهل أخذ بحظ وافر بالعلم أم بالدنيا؟ وإنما بالعلم. فإياك يا عبد الله إذا رأيت إنسانا قد فتحت عليه الدنيا أن تقول قد أخذ بحظ وافر، وإنما الذي يأخذ بالحظ الوافر هو من فتح عليه بالعلم، ثم إذا به يطبق ما يعلم، فلا يكن في علمه حجة عليه، وإنما هو حجة له. قال: ومن سلك طريقا، ما معنى طريقا؟ ما معنى طريقا؟ تفضل. سبيلا و ووسيلة. ومن سلك طريقا، وهذا من نعمة الله أن طريقا أتت نكرة. لما؟ تفضل. حتى يوسع عليك في أي طريقة تتعلم بها. فمن لم يوفق إلى أيسر طريقة في التعلم، وهي ماذا؟ ما هي أيسر طريقة في التعلم وأسهل الطرق؟ نعم، الجلوس على الركب، الجثوب الركب بين يدي أهل العلم، فهو يسهل عليك الصعب ويقصر عليك الطريق. لو أردت مثلا أن تتعلم علم التفريج فجعلت في مكتبة شاملة عامة لجميع أنواع الكتب، فأقول إن وفقك الله فسوف تتعلم، ولكن بعد سنين. ولكن إن أكرمت بشيخ يعلمك في مجالس ويرتب لك المعلومات ويهيئ لك العلم، فإن كنت صادقا ووفقك الله فسوف تتعلم بوقت أيسر وأقصر. وكذلك علم التوحيد وعلم الفقه وعلم الأصول وعلم الحديث، فهذه أقصر الطرق. وقد يكون تعلمك من الشيخ فضلا عن الجثو بالركب بين يديه بطريقة أسرع من إلقائه. ما هي الطريقة التي يمكن أن تتعلم من الشيخ بأسرع مما أن يمليه عليك؟ السؤال، وليس فقط السؤال، حسن السؤال. فإن أحسنت السؤال أخذت ما عند الشيخ، حتى يروى في ترجمة أحدهم أنه عندما التقى بعالم فإذا به خلال أسبوع يأخذ أبرز ما عنده خلال أسبوع، فإذا بالشيخ يقول له: انصرف عني فقد استنزفتني، أي أخذت أبرز ما عندي. فإذا هذا بسبب حسن السؤال. فمن وفق إلى حسن السؤال أخذ علما وافرا. لذا فإن علم الإمام أحمد من تلاميذه ظهر وانتشر بسؤالات التلاميذ له،
فظهرت كتب المسائل، ظهرت كتب المسائل، مسائل أبي داود السجستاني، مسائل إسحاق بن منصور الكوسج، مسائل أولاده الفضل أو عبد الله، وأيضا غيرهم كثير مما طبع وما لم يطبع. هذه كلها جمعها عالم في كتاب. من يذكر لنا العالم الذي جمع مسائل الإمام أحمد كلها في كتاب واحد؟ من هو؟ نعم، أبو بكر الخلال في كتابه الذي سماه الجامع. ولكن للأسف فهذا كتاب قد طبع منه جزء صغير فقط، ويا ليته يوجد كاملا. نكمل إن شاء الله بعد سماع الأذان. طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا الى الجنة. ما معنى سهل الله له طريقا الى الجنة؟ تفضل. اذا يوفق الى العمل الصالح الذي من خلاله يكون هذا بابا إلى دخوله الجنة. فالعمل الصالح إخواني في الله هو توفيق من الله، فالعبد يختار العمل الصالح، ولكن أن توفق إلى تطبيقه وإلى الثبات عليه فهذا من وكرم من الله. وأن توفق إلى من يدلك على العمل الصالح فهذه نعمة من الله، كما قال الله: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإياك يا عبد الله أن تغتر بعبادة أو بطاعة فتظن نفسك مفلحا أو ناجحا من غير أن تستحضر أن ذلك بتوفيق الله لك. فكل هذا العمل الصالح
لا يكون إلا بتوفيق الله، لا يكون إلا بتوفيق الله. وكذلك العلم، فإن أكرمت بالثبات وبالتحصيل فعليك أن تعلم أن هذا من توفيق الله لك. وفي قوله هذا الكلام قال: وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا حديث نبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما أن البخاري رحمه الله لم يسق الإسناد هنا، فماذا هذا يسمى في علم المصطلح؟ ماذا يسمى في علم المصطلح الأخير؟ الإسناد المعلق. خطأ، لا أصل له، أخطأ. المنقطع، أخطأ. المعلق، أخطأ. لا، وإنما هو لم ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لا يقال عنه حديث. هل قال قال صلى الله عليه وسلم؟ هو ذكر كلاما. وهذا أهل العلم يقولون فيه أشارة، فيه إشارة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لم يقل قال صلى الله عليه وسلم حتى تقول معلق ومنقطع ولا أصل له وما شابه. هو لم يقل قال صلى الله عليه وسلم، لذا قال الحافظ بن حجر: لم يفصح المصنف بكونه حديثا، فلهذا لا يعد في تعاليقه. ولكن هذا الحديث إخواني في الله هو حديث نبوي شريف، وإن كان البخاري لم ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجرى على لسانه من جهة الإخبار. فمن روى هذا الحديث؟ فمن روى هذا الحديث بالجزء والصفحة ورقم الكتاب؟ تفضل. روى هذا الحديث، هذا بسنة ابن ماجه، كتاب المقدمة، كتاب فضل العلماء والحث على طلب العلم، رقم 220، وعند أبي داود كتاب العلم كتاب الحث على طلب العلم رقم 3241، وفي سنة في جامع الترمذي كتاب العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة رقم 2682. نعم، إذن هو حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند في الجزء الخامس صفحة 196، وابن ماجه في السنن رقم 223، وأبو داود في السنن رقم 3641، والترمذي في الجامع المختصر رقم 2682، واللفظ له. انظروا ما هو لفظ الحديث. عن قيس ابن كثير قال: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء، قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق. إذا رجل رحل من المدينة إلى دمشق، وهذه هي الرحلة في طلب العلم. ما معنى الرحلة في طلب العلم؟ ما معنى الرحلة في طلب العلم؟ الذهاب من بلد إلى بلد. نعم، الذهاب من بلد إلى آخر لطلب العلم. ومتى يكون ذلك؟ ومتى يكون ذلك من طالب العلم؟ تفضل أنت، أنت يا راجل. أيوه، في الأخير. نعم، فبعدما يحصل طالب العلم ما عند المشايخ في بلده يسافر إلى بلد آخر لطلب العلم. فبعض الناس يكون عنده عالم في بلده، ثم إذا به يسافر إلى بلد أخرى لطلب العلم. وإن أنسى فلن أنسى ما حدث مع
احد طلبة العلم عندما قدم الى الاردن من بلده لطلب العلم، فاذا به يذهب بمجالس الشيخ الالباني فيجلس مرة ويترك اخرى، ثم قال لا بد ان اسافر من هذه البلد الى السعودية، فهناك العلماء واهل العلم اتعلم عندهم، ثم وفقه الله الى السفر فسافر الى السعودية وجالس من جالس من اهلها، فاذا به يتصل بالشيخ الالباني رحمه الله ويقول يا شيخنا لقد قرأنا في كتب المصطلح اذا اردت ان تعرف عيب شيخك فجالس غيره، وانا اقول اذا اردت ان تعرف فضل الالباني فجالس غيره، ولكنه لم يوفق للعودة. ولا حول ولا قوة الا بالله. نكمل ان شاء الله ونذكر الحديث هذا في بداية درسنا القادم، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.